والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح، الحمد لله الذي جعلنا الذي خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف، الحمد لله الذي خلقنا ذكرا وأنثى لنتكاثر، الحمد لله الذي جعل في الزواج آية، آية من آياته. هذه الآية من الآيات المحمودة في القرآن الكريم التي تدل على عظمة الله وعلى وجود الله وعلى طبيعة هذا الكون، وذلك بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمتفكر والمتبحر والمتبصر في هذه الآية الكريمة يرى عظمة الزواج. فالسكنة يا إخوان لم تكن في يوم من الأيام سكن المنزل، بل هي سكن الروح. والمودة التي يزرعها سبحانه وتعالى في النفس بعد الزواج وبعد كتابة عقد القران سبحانه وتعالى شيء قد لا يستطيع الإنسان عن وصفه. هذا الزواج الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جعله الله عز وجل من آياته. ونحن نلتقي في هذا اليوم المبارك بهذه الوجوه الكريمة لنكون شهداء أمام الله وأمام أنفسنا وأمام المجتمع على بداية تكوين أسرة عربية مسلمة، ندعو لها جميعا بالتوفيق والفلاح بإذنه تعالى. هذه الأسرة التي يعلم الجميع كم نحن اليوم بأمس الحاجة إلى العفة وإلى التربية الناشئة على الأخلاق وعلى الفضيلة بعد هذا الانحدار الخلقي الذي نشهده اليوم على مستوى العالم. وهذه الاتفاقيات المشؤومة التي تدعو إلى هدم المجتمع وهدم الأسرة وإلى تفكيك القيم الاجتماعية بين الناس، هذه الاتفاقيات التي تحمي الشذوذ وتحمي آليات ممنهجة لتفكيك المجتمعات والابتعاد عن الأديان. لا توجد ديانة سماوية إلا وحثت على الفضيلة والعفة، وديننا الحنيف أول من دعا إلى مثل هذه العادات ومثل هذه الإجراءات. وهنا لا بد من الإشارة ولا بد من الحديث مع ولدنا العريس بضع الكلمات ونحن في هذه الجاهة الكريمة، وأقول له: يا بني، هذه النساء وضعها الله أمانة بيننا وبين أيدينا. النساء، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أكرمهن إلا كرام، وما أهانهن إلا لئيم، ولا نعرفك يا عوني إلا كريم ابن كرام، وما عهدناك إلا كذلك، فأنت من أهل كرم وعز وأخلاق، ولا نرى إلا أنها ستعمل بكل ما أوتيت من قوة لحفظ كرامة وعفة بنتنا التي نحن اليوم تشرفنا إلى دياركم العامرة، آل سارة الكرام وأنسبائهم وأصدقائهم، وسعادة الأخ العزيز الصديق أبو جميل. جينا اليوم آل اللبد الكرام وأنسبائهم وأصدقائهم وأقاربهم، وقد فوضني أخي وصديقي
السيد علاء اللبدي بأن أتكلم باسم هذه الجهة، وأنا والله لست بأفضلهم ولا أكبرهم ولا أفصحهم لسانا، ولكن هو تشريف شرفني به والد العريس، وبناء عليه اسمحوا لي باسم الجهة الكريمة وباسم السيد علاء اللبدي من كفر اللبد أن أتقدم بطرف يد ابنتنا المصول صاحبة العفة الآنسة ليم أمين سارة من طول الكرم على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى ما تم الاتفاق بينكم. إن شاء الله تكون الإجابة والرد بالإيجاب، متمنين لهذه الأسرة الكريمة إن شاء الله حياة سعيدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الجهة الكريمة جميعا، تسلم الإخوان على اللبني وأقارب وأصدقاء وأحبابه. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهل كفر اللبد الكرام، جيرانكم، أصدقائكم، كباركم، أنسباءكم، من جاء معكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلفني أهالي قرية قاقون وآل السارة الكرام أن أتحدث باسمهم، فجلهم متعلمين، فلست بأكثرهم علما، وجلهم كبار فلست بأكبرهم سنا، وكلهم شرف فلست بأكثرهم شرفا، ولكن هذه عادة الكبار أن أتكلم باسمهم الصغار، وتشرف أن أكون في هذه الجهة صغيرا. أما بعد، كلفوني أن أذكركم بقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته يا الناس: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذكروني قالوا لي أن أذكركم أيضا بقول رسولنا الكريم: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أهالي كفر اللبن، أنتم الرجال الأنبياء الأتقياء الذين قدمتم للأردن الأبطال والشهداء، أهلا وسهلا بكم. يسعدنا أن تقرب المسافات ما بين كفر اللبد البطولة وقاقون، والطريق ما بين قاقون وكفر اللبد معبدة منذ الأزل القديم، لم تعبد بالأسفل، عبدت بالدماء. على يمينها أبطال وعلى يسارها شهداء. أهلا وسهلا بكم لنرسم لوحة شرف أردنية فلسطينية نضعها على جدار الهاشميين الذين نتفيأ بعض الله ضدهم. أهالي كفر اللبن، دخلتم قاعتنا أصدقاء، وأسر لي أبو الرائد ألا تخرجوا إلى أنسبة، اسربوا قوتكم على بركة الله والفاتحة على نيتكم. الله يبارك فيك يا ابو الرائد. يا فادي